فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة النجوى في هذه الصورة تريد معناها شيخ؟ النجوى التناجي، كانوا يتناجون سرا. إذا المنافقون إذا جلس عندهم مؤمن قام بعضهم يسار بعضا من أجل أن يحزن المؤمن. المؤمن يحزن يخشى أن هؤلاء يدبرون له كيدا، يحزن لأنهم احتقروه فصاروا يتناجون من دونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنهم. فكان المنافقون يفعلون هكذا. وأنت الآن قصها في نفسك، لو كان معك اثنان وجلس يتحدثان سرا وجعلك صفرا على اليسار، تحزن أو لا تحزن؟ أجب جماعة، تحزن أو ما تحزن؟ تحزن لا شك. وهؤلاء أقل ما تقول محتقرون. ومن ذلك أيضا أن يتحدث بلغة لا تفهمها أنت ولو جهرا. يعني لو فرضنا أنهما يعرفان اللغة الأريترية وأنت ما تعرفها وجعل يتحدثان فيها، فلا يجوز هذا. أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، المهم لغة لا تفهمها وهم يتكلمون بها جهرا، فإن ذلك داخل في النهي. نعم.